أنا استغربت جدا إنك بدأت كممثل. يعني أنت بدأت في التمثيل وعملت دور وفي حاجات كمان يعني تاريخية ودينية، ده حقيقي. أنا تلميذ في رؤية للسينما المصرية لأحد أهم مخرجين المنطقة العربية كلها مش مصر اللي هو عز الدين ذو طبعًا. الله يرحمه. طبعًا. فكنت بشوفه بيعلم الممثلين بيتصرف ازاي بيتحرك وكان بيتحرك مع اغلب الممثلين ازاي التركيبات وكده وتعلمت التمثيل حد زي محمود المليجي زكي رستم يعني طب ما كملتش في التمثيل خالص لا لا عملت لا. ادوار بس صغيره لا <applause> بس عملت في ارابيسك حاجه لا مش في ارابيسك في حاجه تانية هو كان في ممثل بيعمل دور وكيل نيابه <applause> وبعدين توفى فعملت الدور فعملت الدور لانه توفى كنت باني الديكور ولازم اشتغل لازم نعمل الشغل وكده بس ما ارتحتش قدام الكاميرا بتحس ان انت ورا الكاميرا مرتاح اكتر اه طبعا اكتر اه طبعا مايسترو طبعا طبعا, طبعا. 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 وعشان انت مايسترو تم تكريمك بالامس في مهرجان القاهره للدراما